مواعيد الاحتفالات بتبلش من اليوم يا حكيم. ايه تمام. ونحن نظمنا المراسم مشان صحة وسلامة فيد من المرض، وعيلة أجروال كلها رح تجتمع بهذا اليوم كرمال شفاء فيد وليتمنوا له العمر الطويل. بس في شغلة يا مدام، لازم أبوه وأمه كمان يقعدوا سوا مشان هاي المراسم. تحياتي إلك حكيم، بس بدي أسألك سؤال صغير لو سمحت. تفضلي. أي أم منهم لازم تقعد مشان مراسم الحفلة؟ يا ترى الأم يلي هي ولدت؟ ولا يا ترى الأم اللي ربت؟ يلي ولدت هي اللي لازم تقعد مشان المراسم. أمه الحقيقية هي اللي لازم تشعل الشموع بهذا اليوم، وإلا هي المراسم ما بتزبط ولا رح تنفع الولد. يا حكيم، المرأة ما بتصير أم إلا بالولادة يعني؟ صح، مو أنا اللي ولدت فيد، بس أنا يلي بكون أمه يلي ربته. أنا بعتبر حالي إني بكون أمه الشرعية من وقت ما حملته بإيدي هدول، مثل ما عم قلكن بهالخمس سنين رهنت حياتي كرمال فيد، وبهالفترة ارفع معنوياته. لما كان يبكي كنت ضمه بحضني، ولما كان يمرض كنت اسهر عليه، وأنا اللي طعميته بإيدي كل هاي السنين. أنا ما تركت أي شيء تعمله الأم إلا وعملته مع فيد، وهلأ أنت جاي عم تقول إنه ما فيني شارك بالمراسم كرمال ابني؟ صحيح اللي ولدته لفيد، بس اسألها شو بتعرف عنه؟ يلا جاوبيني، قلي لي انتي ابنك فيد امتى شفتي اول مرة؟ قولي، وقولي كمان ايمت بكي لأول مرة، وايمت حكى اول مرة، وايمت انكسر اول سن عنده. احكي. يا حكيم، أمه لفيد بتكون أنا، واليوم رح شارك بالمراسم المخصصة لابني، وما رح خلي حدا ياخد مكاني بنوب. هذا بيكون حقي. حكيم، بظن ما رح يكون في فرق، يعني إذا ممكن يشاركوا اتنيناتهم فيها. الأحسن للولد يأخذ الحب والحنان من التنتين. شوف، هلأ هذا الفكر المتقدم اللي عم تحكي فيه هو مقبول بالمجتمع، بس بخصوص هاي المراسم نحن محكومين بالعادات والتقاليد كمان، لهيك نحن مضطرين نتبع التعليمات الخاصة بهالشي، ما فينا نغيرها أبداً.